مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حول العالم أبرز محطات حلقتنا لهذا اليوم ستحملنا إلى عالم الرياضة والسينما حيث نتابع صدور شريط وثائقي عن مسيرة كلاي الرياضية وحياة الأسرية ثم نسافر إلى فلسطين حيث نجد رسامة شابة تعصر حبات زيتون لتخرج منها لوحات تشكيلية غاية في الجمال ومنها إلى الدوحة انفرد معرض ومؤتمر كيت كوم بتقديم اختراعين عربيين، الأول تمثل في صنع ريبوت عائلي والثاني قد يحدث نقلة نوعية في عالم ترميم الآثار، ثم تأخذنا جولتنا إلى ريو دي جانيرو مدينة الاحتفالات بلا منازع وفيها نزور الشجرة العملاقة العائمة التي تعد أفخم تصميم في العالم. فقرات طريفة وممتعة أخرى تتابعونها معنا ضمن سلسلة أخبارنا المتفرقة اكتشفوها. فيلم أنا علي هو عبارة عن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو لأيقونة الملاكمة محمد علي كلاي مدعم بشهادات حية لأفراد أسرته والمقربين منه. تابعوا معنا الجوانب الخفيه لحياه الملاكم الاسطوره محمد علي كلاي انا علي شريط وثائقي جديد يروي قصه حياه الملاكم الاسطوره محمد علي كلاي كلاي ايقونه الملاكمه وبطل الحلبه بلا منازع ها هو اليوم يصبح بطلا لشريط وثائقي الفيلم يتناول قصه حياه كلاي الحقيقيه بما فيها من تفاعلات انسانيه الملاكم الأسطورة في حياته اليومية وفي أدق تفاصيلها، كما يبث الفيلم شهادات حية لأفراد أسرته والمقربين منه. الاستماع لتلك التسجيلات أشعرني بالتطفل لأنها لحظات شخصية وخاصة به، ومع الوقت بدأت أتحرر من هذا الإحساس. تسجيلاته جعلتني أتفهم عدة أشياء كالحب الكبير الذي يكنه لعائلته، إنه شخصية مثيرة فعلاً ومرحة. أحب عائلته بشكل كبير كما أحب الحياة تماما في مقطع نجده يتساءل لماذا قام بتلك التسجيلات ثم نجده يجيب بعدها أن حبه للحياة هو الذي دفعه إلى ذلك ويروح الفيلم أنا علي بين مقابلات مع العائلة والدائرة الداخلية للملاكم ولقطات من الأرشيف وتسجيلات صوتية نعم لقد نشأت ونفتخر بكون ابنة محمد علي في المدرسة كنت أفعل ما أريده اعتاد على ان يجلس معي ويخبرني بان الشهره تغير من تعامل الاخرين معي، كان يقول اننا لسنا افضل من غيرنا والشيء الوحيد الذي يجعلنا اكبر من اي شخص هو التواضع وحب الاخرين، كما يعد هذا الوثائقي نبذه عن حياه ايقونه الملاكمه بحلوها ومرها من الطفوله إلى الشباب إلى الكهولة ثم قصة رحيله عن الحياة بعد صراعه مع مرض الشلل الرعاش أو ما يعرف بالباركنسون الذي ألم به منذ سنة ثمانين من القرن الماضي فيلم أنا علي الوثائقي يسلط الضوء على مسيرة أشهر وجوه الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة كما يميت اللثام عن الجوانب الخفية في حياته الشخصية بالنسبه الي كان الامر صعبا لقد كان مشهورا في الملاكمه عندما كنت طفله كنت اتقاسمه مع العالم ولكن في نفس الوقت العالم احبه وتمكنا من الحصول على جانب من هذا الحب وكان لي الجزء الاكبر الجميع كان معجبا به حقا وكنا نشعر بذلك نحن فخورون به كلاي الملاكم والاب والشقيق والصديق يطل علينا من خلال الشريط الوثائقي انا علي بروحه المرحه واطلالاته الساخره من خصمه وانتصاراته الملحميه التي شدت انظار العالم باسره ومن عالم وزن الريشه والفن النبيل الى ريشه الرسم فالصوره الشخصيه للفنان ليوناردو دافنشي مهدده بالتلف لولا عمليات الصيانه التي تعهد بها هذا الفريق من خبراء الاثار العامل في المكتبه الملكيه بمدينه تورينو هنا في هذا الركن المظلم من ارشيف المكتبة الملكية بتورينو يقبع رسم الصورة الشخصية للفنان الايطالي الاشهر في العالم ليوناردو دافنشي، هذا الرسم الذي فعل فيه الزمن ما شاء من تغيير تشوبه ندوب حول الانف وهالات داكنة حول العينين، فضلا عن اصفرار واضح للورق الذي رسم فوقه دافنشي صورته الشخصية. الرسم وصل إلى المكتبة الملكية بتورينو سنة 1939 بعد أن اشتراه ملك سردينيا تشارلز ألبرت بمبلغ يضاهي 50 ألف ليرة إيطالية حالياً بمقارنة البيانات التجريبية التي أدخلناها على هذا الرسم بما تعطيه وحدات القياس نستنتج أن نوعية الورق وكمية الأكسدة في مكان الحفظ هذا هي المسؤولة عن اصفرار هذا الورق وتلفه الورق الذي رسم عليه يعد من انواع الورق ذات الجوده الضعيفه كما ان ظروف حفظ الرسم لم تكن في المستوى المطلوب مما يهدد بتلف هذا الرسم النادر وقد بدا تدهور الورق من ارتفاع نسبه الرطوبه ومن الاضواء التي تسلط عليه اضافه الى تعرضه الى الاشعه فوق البنفسجيه هذا الامر دفع البعض الى التشكيك في هويه الشخصيه التي رسمت على هذا الورق البالي إلا أن المؤرخة الإيطالية باولا سيلفي فندت تلك الشكوك بقولها: العينان اللتان على الرسم تلوحان تماما مثل عيني سجين يرسم ذاته عبر مرآة، كما أن رأسه يلوح بثلاثة أرباع، وهو حال دافنشي آنذاك حيث كان في المنفى وقد اضطر دافنشي للانعزال في منفى خشية من تعرضه لأي خطر بسبب رسومه المثيرة للجدل آنذاك، خاصة وأنه كان يرسم على جدران الكنائس وأسقفها ويجسد شخصيات مقدسة. وبفضل أعمال الصيانة التي تجرى على صورة صاحب الموناليزا دافنشي، سيتسنى لزوار المكتبة الملكية أن يشاهدوا بأعينهم هذا الرسم النادر في غضون سنة 2015. تحملنا الفنانة الفلسطينية الشابة أريج لون في لوحات تشكيلية ترسمها من حبات الزيتون التي تعصرها مباشرة على قطعة من القماش البيضاء لتخرجها لنا على شكل أعمال فنية تعكس مسيرة من النضال والتشبث بالأرض من ثمار الزيتون التي تجنيها من حديقة بيتها ترسم هذه الفنانة الفلسطينية الناشئة لوحات فنية لمواقع أثرية وشخصيات فلسطينية من صميم الواقع اختارت حب الزيتون لأنه شجر الزيتون تعتبر الذهب الأخضر بفلسطين وهي مصدر رزق لكثير عائلات فلسطينية ولأنه برمز لهويتنا ولانتمائنا للأرض وتمسكنا بالأرض بوجه الاحتلال فحبيت أنه من هالشجرة المهمة أعمل عمل فني أريج لون الشابة ذات الأربعة وعشرين ربيعا تعصر حبات الزيتون مباشرة على قطعة القماش البيضاء لتنطلق في رحلة الرسم الممتعة والشاقة في نفس الوقت بما أن أول وحدة ابتكرت هاي الطريقة وخاصة أنه المادة بتعبر عنا وعن تراثنا ف من مش اوقف من هون عم حاول دائما اعمل تجارب عم حاول ادمجها مع الوان مع دهان حتى انه ما اوقفش لهون انه اطور هاي الطريقه كمان لاشياء ابعد تجربتها الفنية السابقة كانت ببقايا القهوة وها هي اليوم من ثمار الذهب الأخضر تصمم لوحات فنية لتحكي قصة نضال الشعب الفلسطيني مع المحتل الإسرائيلي عم افرجي العالم انه عندنا قدرات ابداعيه عندنا طاقات ابداعيه إيه كمان انه اوصل قضيتنا للعالم مش بس عن طريق السياسه والسياسيين كمان يشوفوا قضيتنا ويهتموا فينا عن طريق الفن برسوماتي بالمواضيع اللي بتعبر عن قضيتنا تدويل القضية الفلسطينية لم يعد حكرا على الساسة فحسب فهذه الشابة الفلسطينية تدول قضية شعبها برسوم مادتها الأولية حبات غصن الزيتون الذي سيظل رمزا للتشبث بالأرض والنضال من أجل البقاء اختراعان لمهندسين شابين تمثل الأول في صنع ريبوت عائلي من بقايا أدوات مستعملة منزليا والثاني تمثل في تطبيق جديد يخول التعرف على الوضع الاصلي للمعالم الاثريه قبل الاف السنين شابان عربيان تميزا في معرض ومؤتمر كيتكوم الدولي للاتصالات هما مصري وتونسي الاول تفرد باختراع اطلق عليه روبوتيكيا نسبه الى روبافيكيا اي الاشياء المستعمله والاختراع عباره عن روبوت صنع من بقايا ادوات مستعمله مثل الحقن والمساطر وقطع من البلاستيك وهو روبوت عائلي كل قطعه فيه ينجزها فرد من افراد الاسره وبهذا الاختراع يكون الشاب قد اضاف للمجال العلمي وشجع العائلات على خوض تجارب علميه مسليه ومفيده احنا بنحاول ندور دايما على سوليوشنز او على حلول جديده تخلي ناس بقى من 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 اشغال جديده ومن اعمار مختلفه بنعمل حاجات كتير قوي للعيلات عيله كامله بتقعد تعمل الروبوت بتاعها واخترنا الروبوتس ديت عشان خاطر دي حاجه لطيفه وسهله وبتتحرك كتير فالناس ما بتبقاش ما ما بلاقيش مشكله ان انا اقنع حد ان تعالى اعمل روبوت بيتحرك بتبقى حاجه لطيفه جدا واكسبيرينس ظريفه قوي والناس بتجرب فيها وهي مبسوطه فبيقعدوا يشتغلوا وبيبقوا بريزنت قوي بيركزوا قوي في اللي بيعملوه ومن عالم الروبوت الى عالم الاثار عثرنا على هذا الشاب التونسي في معرض ومؤتمر كيتكوم للاتصالات بالدوحة اختراعه تمثل في تنزيل تطبيق حديث على الهواتف الذكيه يلقب باضافه الواقع اي التعرف على الوضعيه الاصليه للمعالم الاثريه في حالتها الاوليه اي قبل سنين مرت عليها نستعمل الاغمنتد رياليتي باش نشوفوا الانيميشنز المعالم الاثريه والتحف والمتاحف كيفاش كانت قبل ما, ما تتهدى قبل الاف السنين مثلا كان الزائر يمشي لمصر ويمشي الاهرامات ينجم يشوف تحف مهدمه ومكسره لكن بالتطبيق بتاعنا يكفي انك تستعمل التطبيق الكاميرا تفتح الكاميرا تشوف تشوف التحفه كيفاش كانت قبل ما تتكسر وقبل كل التحولات التي طرات عليها فهو يخول للزائر ان يشاهد الشكل الاصلي للتحف او الكتابه الجداريه قبل ان تنكسر هذا الاختراع من شانه ان يحدث نقله نوعيه كبرى في عالم الاثار وحتى في غيرها من المجالات تعد الرحلات الصحراوية الشيقة في فصلي الخريف والربيع من أروع وأمتع الهوايات الرائجة لدى سكان منطقة الخليج بصفة عامة. وها هي متعتها اليوم تكتمل بابتكار هذا الجهاز الذي يمنحك فرصة الاستمتاع بما تشاء من مباريات كرة القدم حتى ولو كنت في قلب الصحراء. طريقة تشغيله زي ما فهمتك يوسف الحربي هو مهندس سعودي شاب ابتكر جهازا يمكن من التقاط البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية وهو يعمل بكفاءة حتى في الصحراء اعتذر كثير من الأصدقاء لما نمشي للصحراء للبر يعني مثلا في الأوقات الجميلة بسبب المباريات أو غير المباريات فتم بدت الفكرة من هذا المنطلق إن إيش البديل ايش الشيء اللي بيجيب لك جميع القنوات الفضائيه او المباريات احنا نكون موجودين في, في, الصحراء فبدت الفكره من هذا المنطلق الجهاز يتيح للمولعين بالرياضة متابعة مباريات كرة القدم والبطولات الرياضية الأخرى على شاشات القنوات التلفزيونية بصراحة من كان يتوقع أن الواحد لما يطلع بر أو يروح مع زملاء في مكان بعيد عن الاتصالات وعن هذا انه يلاقي تلفزيون كانت بصراحه الرحلات ناقصه بدون هذا الشيء وهذا الشيء كمل لنا شيء كثير ويستمد الجهاز الطاقة الكهربائية من بطاريات السيارة وهو مزود بشاشة تلفزيونية كما يلتقط أربع محطات إذاعية صراحة انبهرت بالجهاز اللي أتاه الأخ يوسف صراحة يعني كان يعني باهر وابتكار صراحة يعني ثمين لنا احنا كمواطنين الشعب السعودي نفتخر بالاستاذ يوسف بالابتكار هذا الجهاز ونطمح له ان شاء الله باذن الله يدنا في يده لكي نطلعه الى العالمية يكفيك ان تثبت هذا الجهاز في الزاويه المناسبه لالتقاط اشارات الاقمار الاصطناعيه حتى تستمتع بمشاهده ما طاب لك من مباريات كره القدم والبطولات الرياضيه فالجهاز سهل التشغيل بحكم تزوده بجهاز التحكم عن بعد حتى ولو كنت في اعماق الصحراء. المهندس يوسف الحربي تلقى عروضا من شركات صينيه واوروبيه لتصنيع جهازه وتسويقه، الا انه رفض تلك العروض في انتظار ان تتبنى رؤوس اموال سعوديه اختراعه لتسويقه في المملكه. اتمنى من الله عز وجل أن, أش أن... أرى هذا الابتكار في جميع دول العالم في أوروبا في, في الهند في المملكة العربية السعودية في جميع دول الشرق الأوسط كمنتج نفتخر فيه حقيقة كمنتج ك ك ك ك ك سعودي عالمي <applause> إلى ريو دي جانيرو الآن نسافر للاحتفال بافتتاح الشجرة العائمة العملاقة وهي أضخم شجرة عائمة في العالم فقد بلغ وزنها 542 طنا وقد رافق حفل الاحتفال الافتتاح عفوا إطلاق عدد هائل من الشماريخ والألعاب المائية إضافة إلى عرض موسيقي بمشاركة تعويذة دورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها ريو عام 2016 عالم من الفرجه والاحتفال في عرض الشجره العائمه الذي سيتابعه نحو ثمانين الف شخص يوميا تزينت شجره الصنوبر العائمه البرازيليه الاشهر عالميا بثلاثه ملايين فانوس ضوئي كما تلالات بنجوم وشمس وقمر والهدف من ذلك هو التحسيس بقيمه المصادر الضوئيه في الحياه البشريه وضروره الحفاظ عليها احتفال الشجره العائمه في بحيره رودريغو دي فريتاس بعيدها التاسع عشر تزامنا مع الاحتفال براس السنه الميلاديه الجديده بمدينه ريو دي جانيرو في أول زيارة لي للشجرة العائمة لم أرى الألعاب النارية، هذه أول مرة أرى كل تلك الأضواء والشماريخ مع عائلتي، وهو أمر مثير جداً إنها تجدد الأمل في السنة المقبلة. ويعد عرض الشجرة العائمة من أهم الأحداث التي تشهدها ريو دي جانيرو بعد كرنفالها الشهير. كما تصنف شجره الصنوبر العملاقه اكبر تصميم فني في العالم وفقا لموسوعه جيناس للارقام القياسيه هذا واصبحت الشجره قبله الالاف من العائلات البرازيليه والسياح على حد السواء عرض الشجرة العملاقة ذات المائتين وثمانين قدما من الارتفاع سيضيء ساحة ريو دي جانيرو خلال عطلة رأس السنة الميلادية وإلى حدود السادس من شهر جانفي من العام الجديد على أن يجوب المدن البرازيلية الأخرى في الأسابيع الموالية مع تساقط الثلوج في لبنان ينتعش التزلج كما تزدهر معه السياحه الثلجيه التي تعد من ابرز محطات السياحه في لبنان. إقبال كبير من هواة الرياضه الشتويه التزلج تشهده المنطقه المحيطه بقريه فريا بجبل لبنان بعد ان اكتست منحدرات الجبال في لبنان واهمها منحدر ورده في كفر دبيان بالثلوج. العاصفة الثلجية التي هبت بلبنان البست الجبال ومنحدراتها كساء ابيضا ثلجيا حريريا اغرى العديد من هواة الرياضة الشتوية لممارسة هوايتهم فوق هذه المنحدرات. متأملين كثير منيح وفي أو وفي عالم و يعني نعوض عن هذيك السنة أرادي هلا تلجت منيح وهيك تلجات بداينو مينيموم شهرين ان شاء الله بعد تجي عاصفة تانية لنعمل منيح سكي السنة. الاف الزوار تدفقوا علي منتجعات التزلج تعويضا للموسم السابق الذي افسدته موجه الحراره التي هبت علي المناطق الثلجيه في اقبال شديد علي كل انواع رياضات التزلج يعني سكي سكيدو السكي دوفون وعندنا زوار من كل العالم الإقبال لا يقتصر على هواة رياضة التزلج فحسب وإنما يشمل زوارا من شتى الفئات جاءوا للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الرائعة من ارتفاع 1300 متر إن شاء الله السنة يكون موسم حلو مثل ما نبلش بجنين وإن شاء الله يطول مش مثل غير مواسم وفيما ينتظر الكثير قدوم فصل الربيع لينعم بدفئه يامل رواد منتجعات التزلج والعاملين فيها ان يستمر الطقس البارد حتى يطول موسم التزلج وتنتعش هذه السياحه ويمتد الموسم عاده من بدايه شهر ديسمبر حتى شهر افريل اشبط هو الروبوت الاكثر ذكاء في عالم التسوق فهو يقودك بكل لباقه الى البضاعه التي ترغب في اقتنائها فيغنيك عن عناء البحث عن ضالتك <applause> يكفيك ان تضغط على زر هذا الروبوت وتعرف بنفسك حتى يرحب بك ويسالك عن ضالتك في هذا المحل او غيره هذا الروبوت الذكي يقودك بحفاوة إلى البضاعة التي تريد اقتنائها فيغنيك عناء البحث عن ضالتك وسط كل البضائع المعروضة دون الالتجاء إلى أحد الباعة أشبوت هو روبوت للبحث عن البضائع والآن سيشرع في القيام بالعديد من المهام في خدمة العملاء انه الروبوت الاكثر ذكاء في عالم التسوق فهو يجنب الزبائن عناء البحث خاصه في عصر السرعه اعتقد انها فكره ممتازه فهذا الروبوت يساعد العملاء على فرز البضائع كما انه يمنح الزبائن متعه التسوق دون تكبد عناء البحث لكن حذاري، فقد يتحول هذا الروبوت إلى عدو لدود لأفراد خدمة العملاء، لأنه سينافسهم حتما على مواقعهم، كما أنه قد يتسبب في بطالة البعض منهم. علاقة صداقة جمعت بين فهد وجارو جعلتهما مترافقين دائما في جولات ترفيهية للتسابق واللهو. هذا الشبل البالغ من العمر سبعه اشهر فقط يبدو اثناء تدربه على تمارين للركض والملاحقه والقفز بارعا في اداء كل الحركات. في كامل لياقته البدنيه وطاقته انطلق شبل الفهد روكسا في ملاحقه رفيقه الجرورينا خلال دوره تدريبيه في حديقه الحيوانات سفاري بارك بسان دييغو. الفهد الذكر يبدو مستمتعا بمباراه المصارعه مع الجرورين وغالبا ما يجلب الفهد والجرو الى منطقه في حديقه سفاري حيث يمكنهما اللعب والوصول بسرعه كامله ومطارده بعضهم البعض بكل حريه وتوفر جلسات التمرين لهذا الشيب الفرصه للاعراب عن السلوكيات الطبيعيه لهما مثل الركض والمطارده وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة ونترككم مع هذه المشاهد الطبيعية لظاهرة مناخية نادرة تمثلت في صعود السحب من بين مرتفعات الجبال وهي تتمثل في احتباس كم كبير من السحب في الأسفل ثم صعودها في شكل يوحي بتبخر المياه وإليكم هذه المشاهد الإعجازية